تتكلم عن الزمالك، ويمكن حضرتك كان ليك يعني تحفظ على الأداء، وكنت حابب تتكلم عن تقييمك لأداء نادي الزمالك الفترة الأخيرة. لا هو انا مش تحفظ على الاداء، انا تحفظ على النتيجه. لا الاداء، ما هو شوف، هو يعني انا سمعت المداخله ده، انا ده دايما بسمع المداخلات بتاع بالذات لعيبه الكوره اللي بيتكلموا على، الناس كلها بتجمع على ان ايه، المدرب محتاج وقت. رفاهيه الوقت دي للاسف لما بتيجي تنزل تمسك انديه كبيره في وسط موسم، رفاهيه الوقت مش موجوده معاك، لان انت بتيجي على طول على لعب مسابقات، لعب ايه، نهائي منافسات، كاس مصر منافسات وكونفدراليه وليله بالظبط. يعني. ف يعني كنت بشفق على معتمد جمال لما مسك الفرقه في الفتره اللي مسكها، لانه طبعا داخل برضه في حاجات كتير جدا جدا، الحمد لله ربنا وفقه ونجح نجاح قوي جدا، عدى لبر الامان زي ما بيقول. وانا بقول لك اهو، انما المدرب الجديد بتاع الزمالك الراجل يعني جاي برضه عايز يعمل حاجات كتير، وفي نفس الوقت بيصطدم نهائيات بانه هيلعب نهائيات او هيلعب مباريات مهمه جدا. فهو هيمشي في كام اتجاه، هينافس في البطولات، ده شيء مهم جدا لاسم نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك اللي هو جاي يتعاقد معاها. صح.